تصويت 100 صحفي من 100 بلد مختلف. سيباستيان الشرف لك، الفائز بجائزة ياشين التي تجازي أفضل حارس في الموسم تقدم لي تيبو كورتوا. مرحبا للجميع. أردت أولا أن أشكر زملائي ونادي ريال مدريد بطبيعة الحال أن أكون جزءا من هذا الفريق الرائع، موسم استثنائي في الموسم الماضي تحديدا بالنسبة لي، وأنا فخور بالفوز بهذه الجائزة إلى جانب كل هؤلاء الحراس الممتازين الموجودين، حراس في كرة القدم للرجال وللسيدات. أريد أن أشكر عائلة